منى عرفة تكشف سر زواجها من محمود المهدي بالرغم من تجاربه السابقة. انفصالها عنه في المستقبل نصيب رح تقبل فيه. علاقته بأبناء زيجاته السابقة علمته المسؤولية. إليكم أبرز تصريحات منى عرفة عن زوجها. تحدثت منى عرفة خلال لقائها مع نزار الفارس في برنامج مع الفارس عن سر قبولها الزواج من محمود المهدي، خاصة وأنه سبق له الزواج مرتين ولديه 3 أبناء. وحكت منى أنه تجارب محمود السابقة علمته المسؤولية وأصبح يقدر معنى بيت وأسرة وزواج. وكانت وجهة نظرها في هذا الزواج أنه محمود المهدي بيعرف كيف يتعامل مع الست. وعن استمرار زواجهم في المستقبل، حكت منى أنه إذا وقع طلاق في المستقبل رح يكون نصيب وليس لأنه فشل في تجاربه السابقة، وأكدت منى أنه الطلاق شيء لا يعيب الشخص. كشفت منى تفاصيل زفافها وحكت أنه رح يكون في بداية العام الجديد، ولكن سيكون حفل مقتصر على الأهل فقط، لكنها راح تشارك الجمهور ببعض الصور من حفل الزفاف لحتى يشوفوها وهي عروس بالفستان الأبيض. أما عن المؤخر فحكى المهدي أنه رقم كبير، لكن منى حكت أنها لا تهتم بموضوع المؤخر وغيره من الأمور المادية. أعلنت منى أنها قررت عدم الظهور مع زوجها في أي لقاءات تلفزيونية أو صحفية مجدداً بسبب الجدل المثار حولهم، وأكدت أن كل منهم ناجح متفوق في مجاله وليس بحاجة للآخر لتحقيق شهرة. اتفاجأت منى من رد فعل الجمهور وشماتة البعض بسبب انفصالها، وتعجبت من سعادة البعض بانتشار خبر انفصالها، وإنه الأمر وصل لأنه بعضهم راهن على إنهم راح ينفصلوا. انفصال منى عرفة ومحمود المهدي كان بسبب غضبه وسوء تقديره للموقف، حيث تواصل معه شخص كان متواجد في لوكيشن التصوير ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة، فحكى له أن محمد نجاتي قام بحمل منى عرفة في التصوير، وهذا كان سبب سوء التفاهم بينهم، ولأنه كرجل شرقي شعر بالغيرة فوقع الطلاق.